حبيبي روح. عمي بيتنا ذاك الصوب. ما باغني بعد فرش لك زولية حمراء، روح حم الشارع. عمي بيتنا ذاك الثوب. لحظة لحظة حبيبي لا تنزل. إنا لله وإنا إليه راجعون. بوقفك عند بيتنا. روح داخل حبيبي. تعال 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 تفضل معي البيت. فكر صاير شيء ما اقدر الغالي منشغل مره ثانيه. بنزيما ما افضل عنك، حصل جاز بلندور، انت على الاقل تشرب لي فنجان قهوه. ابوي مره ثانيه ما منشغل. هذا وين راح؟ الوعي ما يشترى بفلوس، تفضل تفول. السلام عليكم. اخصائي؟ لا لا معلم اول. اخصائي 7 سنوات والجودة تتكلم عن نفسها. تفضل استاذ. يا طيب الذكر، طبعا هذا صديقي مبتعث في امريكا، من يوم راجع من امريكا وهذا الرجال لغته ما مفهومه، يتكلم انجليزي يتبربر. تلقيه حاله غريبه، كلمتين عربي وكلمه انجليزي، وهذا شيء ما مقبول بصراحه. سبحان الله. واتس يور نيم سبيك؟ ماي نيم از فراس اند اي ريكومند تو بيكوز اي. انتبه انتبه ليعضك. وهذه حالته مثل ما تشوف. انت وش مشكلتك؟ هذه مو مشكله. I'm trying to اتكلم American accent. ها؟ American accent. اكسنت لا لا هينداي. ما مشكله. حاول تاخذ نفس قبل ما تتكلم وعلى راحتك. I will don't. حبيبي انت تتكلم اقساط؟ لا تمويل. يمكن صديقك خرج من الجو العماني، حاول تشرب قهوه عمانيه، تبخر بالبان، تغسل في عين الكسفه. ابوي سوينا له كل شيء بس ما في فايده. اذا ما في الا حل اخير، لكن لازم تساعدني فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، تو بيطلع المنكر منه. جماعه الخير، اليوم عندي مغامره، اليوم ترقبوا اقوى مغامره. انا الحين في بيت مسكون، عمر البيت يمكن 10 سنوات، ولكن اللي يسكن هذا البيت يسمع أصوات غريبة. واليوم وحدي جاي أغامر عشان تعرفوا إني ما أجيب معي حد. يلا بسم الله تبدأ مغامرتنا. بسم الله. في حدنا؟ في حدنا؟ بسم الله. سمعتوا صوت؟ سمعتوا صوت؟ في صوت. بسم الله. إذا أنت جنني يظهر. إذا أنت في صوت. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا لكن بعدني بستمر. أسمع أصوات غريبة، أسمع أصوات. أصوات غريبة. يا جماعة سمعتوا الصوت؟ ترى ما قاس أكذب، وحدي في البيت ما حد. سمعتوا؟ سمعت الصوت؟ أنا ما أعرف الصوت من الأعلى. إذا أنت بشار اظهر. سمعتوا؟ في حدنا؟ في حدنا؟ في حدنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو العلي العظيم. بسم الله. ياخذ البيت مو طبيعي، احسه مرض ثقيل، احسه مرض ثقيل، وانا ما اقدر اكمل. بطلع ما اقدر اكمل. يا رب بطلع.